أعزائي الطلبة، نحييكم، نقدم لكم هذا الدرس بخصوص الفانكشن فايل للصف الثالث المتوسط صفحة 15. راح نبدي أولا بالفانكشن فايل اللي هو ملف الوظائف وعنوانه in a hotel reception في استعلامات الفندق. إذا هنا الحوار، كل function file هو عبارة عن حوار، نحفظ الكلمات المفقودة. وهنا في السؤال يقول إن listening إصغاء، هذا موضوع إصغاء. listen and complete the function file with these words، بهذه الكلمات. عند وجود هذا الرمز اللي هو رمز الكاسيت دليل على وجود تسجيل. إذا في البداية لازم نسمع التسجيل ثم الكلمات اللي مفقودة نضعها، وهو هنا منطينا اياها في الاعلى. نايس، ليالي، هيلب، يساعد، كي، مفتاح، لونج، من هاو لونج اللي هي معناها كم المدة، و ماتش، هاو ماتش عندما نسأل عن السعر، ماتش لوحدة تعني كثير، وفورم يعني استمارة او شكل او صيغة، وباوند اللي هي عملة انجليزية، وروم غرفة. الان نبدأ الحوار بين الموظف الاستعلامات وزبون جاي يحجز على غرفة. Good morning, can I help you? Good morning, can I help you? هذا موظف الاستعلامات يسأل الزبون. اذا نضع هنا help، من تجينا كان فراغ وراه يو، على طول نفهمنا help. Can I help you؟ اي واحد يدخل فندق او محل هناك دائما الموظف او الباع يسأله can I help you؟ يعني هل تستطيع، هل تحتاج مساعدة، تحب أساعدك بشيء؟ Yes, I'd like a room, please. أحتاج إلى غرفة رجاء. Single or double، مفردة أم مزدوجة؟ Single please، مفردة. With a bathroom، مع حمام. How فراغ الزيت، من نشوف how فراغ، وشخص يسأل عن سعر نضع how much. دائما السؤال عن السعر يكون بهذه الصيغة، how much is it، أو how much are they إذا كان جمع. 36 pounds، إذا هنا سعر 36 pounds اللي هي العملة الإنجليزية، جنيه الإنجليزي استرليني. per night، لكل ليلة، لكل ليلة. breakfast is extra، والفطور الريوق أيضا مضاف إلى هذه الخدمة. How فراغ do you want the room for؟ إذا نقول how long عندما نشوف سؤال عن مدة، how long do you want the room for؟ two nights please، إذا هذا التمرين يعتمد على المعنى. two nights، ليلتان رجاء. إيش قد تريد الغرفة، كم يوم؟ ليلتين، ليلتان رجاء. please، دائما بالكلام المؤدب نستخدم كلمة please في نهاية الجملة وأحيانا في بدايتها. Can you complete this form please؟ هل يمكن أن تملي أو تكمل هذه الاستمارة رجاء؟ form إذا هي استمارة المعلومات، لكل زبون يدخل الفندق يكتب المعلومات مالته الشخصية. That's fine, thank you, here you are. إذا هنا قال له that's fine، هذا رائع أو جيد، يعني بعد ما الزبون ملى الاستمارة. thank you، شكرا. here is your، here is يعني تفضل. here is your key، room number كذا 205، وهذا رقم غرفتك. اذا here is your key، هذا هو او تفضل هذا المفتاح. thank you، هذا الفانكشن فايل الاول. ثاني، asking for giving direction، asking for giving direction، السؤال عن اعطاء الاتجاهات. إذا واحد يسأل موظف الاستعلامات اللي بالفندق، نفس الشخص يسأل عن مكان معين، فيسأل الرجل excuse me، العفو، where is the swimming pool، أين حوض السباحة. إذا هو يسأل عن حوض السباحة، swimming pool، حوض السباحة. ودائما من نبدأ السؤال نبدأ ب excuse me عندما نسأل شخص غريب. receptionist اللي هو موظف الاستقبال، go down this corridor،
اذهب او ادخل في هذا الممر كوريدور. من نشوف كوريدور اذا جو داون، كل مكان من او اتجاه من هذه الاتجاهات يستخدم معها عبارة معينة. Go down this corridor. Go down this corridor and turn left. واستدر يسارا. Go through the garden. اذهب عبر الحديقة. And it's on the right. من نشوف the right أو the left يعني اتجاه، دائما قبلها نحط on بدون تفكير. The right أو the left بالاتجاهات، من يكون حوار عن اتجاهات دائما نحط on. It is next to the car park. هي بجوار موقف السيارات. Thanks.